رح نكون في موجة صيف، مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة. مش نمشيو نحكيو على ملف يظهر لي يهم الرأي العام الوطني مؤخرا، تحكي عليه برشا بون، تحكي في علاقة بالحديد. مش نحكيو على قطاع البناء ومواد البناء. يظهر لي الأسعار مش كان في الحديد فقط، الحديد داير ديجا تقطع معناتها من السوق. يظهر لي الأسعار زادت في عديد مواد البناء مؤخرا. باش نفهموا شنو اللي صاير في القطاع هذايا، ذاك علاش اخترنا باش يكون معانا حاضر عبر الهاتف السيد جمال الكسيبي، اللي هو رئيس الجامعة الوطنية لمواد البناء. اهلا وسهلا سي جمال، شنو احوالك؟ اهلا وسهلا بك، انا رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والاشغال العمومية. المؤسسات البناء. اي شكرا على التصحيح، مرحبا بك سي جمال، شكرا على قبول الدعوة. شنو اللي صاير اليوم؟ الحديد، هل الأزمة متاع الحديد غطيت؟ يظهر لي على الأزمة اللي صايرة في القطاع اليوم متاع البناء، يظهر لي الأسعار زادت، ومش كان في الحديد داير مفقود كما كنت نذكر، يظهر لي الأسعار زادت حتى في معناتها في مواد أخرى من مواد البناء. شنو اللي صاير اليوم باش هكا نكونوا في الإطار؟ هو المواد الأساسية اللي تهم القطاع الكل صارت فيها زيادة كبيرة حقيقة. احنا ناخذ اربع مواد رئيسيه، الحديد، الياجور، اللوح والبي في سي. هذه تقريبا اللي تعطي معناها نسبه كبيره ياسر من المواد اللي تهم القطاع. اساسيه وقعت فيها زيادات كبيره، الخيان يقولوا راهو السبب فيها السوق العالميه والتصور طلع وكل شيء. احنا موقفنا كجامعه ان نثبتوا اللي في كل شيء ثم التنافس، ثم كونكيرونس اللي معناها باش تكون حتى اذا كان ثم زيادات في العالم الانعكاسات نتاعها تكون معقوله. الانعكاسات نتاعها يعني معقوله وواقعيه، هذا هو الزيادات. معناتها الزيادات اللي صارت ماهيش معقوله وماهيش معناتها واقعيه، هي زيادات صاروخيه حسب ما صفتها. هي زيادات، انا ما نقولش مش معقوله مش كبيره، هذا دور وزاره التجاره ودور وقعنا احنا نقولوا يلزم البروسيس والنظم المعلوماتيه تكون بعد دفع سياسي سيء وقع دفع سياسي والاشاره اللي ثم اراده سياسيه انه نراقبوا كل ما هو منافسة ونراقبوا كل ما هو تنافسية. هذه وقع سوى لازم نتعدى، والمرحلة اللي بعدها هي المرحلة أنه تكون عنا نظم، تكون عنا معناها كمودراتور طرق عمل اللي تسمح باستدامة المراقبة بتاع الأسواق باش تكون فيها يعني منافسة، لأن المنافسة هي اللي تخلي الأسواق تكون معقولة وتطيح، والتنافسيه هي اللي تخلي الاسواق تنقص. كيفاش تفسروا سي جمال كجامعه انتم اليوم معناتها كجامعه وطنيه، كيفاش تفسروا هالزيادات؟ اذا اليوم معناتها نشوفوا فجاه الاسعار تطلع تولي كبيره برشا، معناتها بارابور ممكن كيفاش كانت، والزيادات معناتها كل مره تصير مش يضر لي ما تم تقريبا ديما في مده قصيره تصير. 2021 دقيقه وقع تواتر كبير في الزيادات. وبصفة كما قلت لك كبيرة ياسر، معناها بصفة غير مسبوقة، معناها كي توصل نسبة 70% في المادة معينة ولا أكثر من 120% و 140% في مادة أخرى. صارت معناتها أكثر 140% في مادة صارت في اللوح غلا برشا، اللوح غلا معناها والخشب مادة أساسية في معناها بالنسبة للشركات في ظرف وجيز بربي لتدقيق خاطر مهم التفاصيل تقول فيهم سي جمال. معناها في المدة الأخيرة وقعت زيادات غير مسبوقة. احنا وقتها كتبنا وزارة التجارة، كتبنا لكل المعنيين وزارة الإشراف، لأنه تعرف كي نقولوا كلام كيما هكا معناها ثم شركات اندثرت، يعني واخذ السوم نتاعه الوفقة نتاعه بسوم يلقى الشيء كله غلا يولي معناها فيه يخسر فيه حاجات رهيبة. ما عادش نجم يخسر. احنا بنستقبلوا معناها مراجعة الأسعار نتاعهم. فهمتني؟ وهذا زاد ما يؤدي حتى لفقدان مواطن شغل يظهر لي معناتها. بون حتى احنا أزمة الحديد راهي أدت وقت توقفت الشوانت، توقفت المادة هذيك، مئات الشوانت تفقدت وآلاف مواطن الشغل تفقدت. شيء طبيعي معناها هذا تأثيرها طبيعي، نتيجة طبيعية. وعندنا توا مشكلة كبيرة ياسر في القطاع، هي أنه رغم اللي عندنا التمويلات والمشاريع موجودة والمشاريع ما انطلقتش.
معنى المشاريع المعطلة اللي حكيت عليها البنك الدولي حكى عليها سي فريد بالحاج بزيارة الفارطة مش هذه حكى عليها بيقول عندكم 5000 مليار أورو مرصودين وما تحركوش مشاريع. راهو كي تقول كلام كيما هذايا معناها عشرات آلاف موطن الشغل. احنا كان نحركوا معناها 5000 مليار يورو راهو معناها 17 مليار دينار تقريبا. هذوما كان تحرك منهم 3 مليار دينار. كيفاش تفسروها؟ كيفاش شنو اللي صاير في السوق؟ كيفاش تفسرها انت معناتها سي جمال كرئيس جامعه؟ كيفاش تفسر شنو اللي صاير اليوم؟ هل هو هذا هل معناتها النجم يكون احتكار سوء تصرف المسالك التوزيع والا ممكن زاد السوق العالميه كما حكيت من الاول؟ لكن خاطر مش معقول مثلا نحكي موضوع المواد. انا الحقيقه انا دور وزاره التجاره احنا نصف الحالة نقول واو شو وقع. وزارة التجارة وكل الهيئات التعديلية هي المطلوب منها بضم انفورماتيك جديدة خاطر يلزم الرقمنة نتاعها توا هي كما يلزم رقمنة الديوانة كما يلزم رقمنة معناها وزارة العدل معناها الرقمنة يلزمها في كل شيء الحقيقة معناتها خاطر توفر لك المعلومة الصحيحة ووقتها نعرف الصحيح من الغلط. واحنا خاطر حشتنا بمؤسساتنا حشتنا بمصانع الحديد حشتنا بالشركات التجاريه تقوم دورها ويلزمنا نعرفوا صحيح من غلط وتقع مراقبه فعليه. لكن توا المشكله اللي اهم انا ما ثمنش خدمه هذا اللي اهم. حتى توا كانوا يتجدد الحديد وبعدين الخدمه وين هي؟ ما ثمنش خدمه. وازمه الحديد ما زالت متواصله. عندنا 2000 اكثر من 2000 مليار دون معناها هبات. هبات ماهيش قاعده تخدم. معناها ناس جيت تعطيك هيبة باش تبني سبيطارات باش البلديات باش تقوم بمشاريع نتاعها المشاريع للبيئة شيء 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 هبل شيء وقف المخ شيء ما مش معقول. هيبات هذه يا رسول الله راقدة في الفلوس فلوس مرصودة معناتها قاعدة المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية وفي التكوين المهني هذه توا أنا أشوفها أخطر وأهم حاجة لأنه هذيك تقضي على مواطن الشغل تقضي على الاستثمار العمومي اللي هو مش يوفر المال اللي هو مش يوفر التكوين المهني اللي هو مش يوفر المستشفيات. هذا هو تو لازمنا نعتنيو به. هذه الوقفه لازمنا علاش نشوفوا ونعرفوا احنا علاش الدوسيات راقده في الادارات. لازم الادارات تو تتحرك. وانا نحيي الناس الاولياء والصالحين اللي ما سميهم الاولياء والصالحين اللي هم متحركين ولازم يتعاونوهم بمكاتب الدراسات باش هذه المشاريع تنطلق والبلاد تخدم. الحلول حسب معناتها في اخر تقريبا السؤال سي جمال كيفاش تراه كجامعه اليوم شنو تقترحوا حلول الخروج من الازمه؟ قلت لي وزاره التجاره يلزمها تخدم الخدمه نتاعها كوم يلفو. هذا هو وهذا هو تقريبا الحل اللي تراوه انتم معناتها. هذا هو شوف احنا نحب السوق نتاعنا تكون سوق معنى أعلى مستوى اقتصادنا على أعلى مستوى الأسعار فيه متحرك لكن المنافسة فيه موجودة ومتراقبة. لا كونكيرونس لازمها تكون موجودة هي اللي تخفض الأسعار هي اللي تخلي الأسعار معقولة. ما هذه أي دومين فيه كونكيرونس بالعكس يكون معناها للمواطن أحسن حاجة خاطر تو سعر الحديد مثلا سعر الدولة هو هذا مش حل. ما هوش حل. الحل أنك تكون عندك أسعار حرة وتنافسية مراقبة. دور الدولة هو مراقبة المنافسة. يعني ترى أنه من الحلول الدولة تبعد على الحديد خاصة الحديد وحسب كلامك أنت وتقول ما عادش تسعروا الدولة وتخلي التنافسية ما تمشي بأمورها وتراقب. هو هذاك باش ما تسعروا الدولة مربوط بمنظومة كاملة. طبعا. ما يلزم الخردة تتوفر وتصنع خاطر مشكلة التحديد كان نحكي في التفاصيل الفنية ويلزم ندخلوا لها هذه مشكلة كبيرة معناها مشكلة كبيرة أنه الخردة ماش قاعدة تتصنع في دون السوليك البيات اللي يصنعوا بها الحديد نتاع الحديد البناء فهمتني. هذاك مشكل اخر يلزم زاد كيف يتحل في نفس الوقت. احنا توا اهم حاجه واسهل حاجه على الاقل في الوقت الحالي انه نتاكدوا اللي ما ثمناش معناها قله منافسه. المنافسه موجوده خاطر كي تقول ما ثمناش منافسه تولي الاسعار تغلب تبيعتها وتولي ثم توندونس للاحتكار والحاجه تغرى. احنا نراقبوا السوق نتاعنا ونصيبوا المنافسه ونبعد ونحاولوا في اقرب وقت نبعدوا على التسعيره. راهو كل ما هو مسعر بعد من يجيب كل المشاكل هذه في العالم الكل في التاريخ الكل. هذا تو يلزم بعدين منظومه الحديد ككل وكما قلت لك معناها تو بالنسبه للمواد الاخرى نراقبوا اللي ثم
منافسة جدية واللي ثم تنافسية، للناس قاعدة تضغط على الكلفة متاعها. هذا هو أهم حاجة. هذا هو أهم حاجة. شكرا شكرا سي جمال. المشاريع عودة انطلاق المشاريع والفلوس الراقدة، خلي البلاد تخدم والناس تخدم. قلت لك معناها آلاف الآلاف المواطن الشغل اللي قاعدين نضيعوا فيها على خطر فلوس راقدة في الإدارة هكاك مش ماشي معناها للأسف. وهذا هو المؤسف معناتها، لا يزي الوضع على الصحي اللي زاد قص معناتها، ممكن الخدم زيد يصير فينا هكا معناتها في سوق مهم ومهم جدا، وحتى مشاريع تنموية واستثمارية معناتها حابسة في البلاد، مشاكل تحديد ارتفاع صاروخي في أسعار مواد البناء. شكرا على كل التفاصيل سي جمال الكسيبي رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة. شكرا سي جمال. احنا مازلنا متواصلين معكم اكيد في موجة صيف، راجعين بعد الأخبار.